28 فبراير 2022 من استوديو شمس البحرين، نصبح عليكم بالخير والسعادة وين ما كنتوا تتابعونا في حلقة يوم الاثنين اللي دائما تكون مميزة بضيوفها المبدعين في كل المجالات ومختلف القطاعات، وأكيد تضم الكثير من المعلومات المفيدة. قبل أن نبتدي الفقرات أكيد أصبح على زميلتي دلال. صباح الخير. صباح الورد عبدالله، وصباح الخير مشاهدين. يتجدد اللقاء الصباحي معاكم اليوم الأثنين في حلقة مليئة بالمحطات المختلفة، بس في البداية بنتعرف على حالة الطقس لليوم وراجعين. نعى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الراعي مدير إذاعة البحرين الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة طويلة حافلة في العمل الإذاعي والإعلامي، تميزت بالعطاء والإبداع والإخلاص في حب الوطن. نعم، بكل تأكيد عبد الله. وأكد سعادة وزير الإعلام أن الأسرة الإعلامية فقدت برحيل الفقيد علما من أعلام إذاعة البحرين وواحدا من روادها المؤسسين، والذي ترك بصمات متميزة في مسيرته الإذاعية منذ بداياتها الأولى، مشيدا بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات جليلة لوطنه بكل حب وتفاني وإخلاص، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأنا لله وأنا إليه راجعون. نعم، ويشار إلى أن الفقيد الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الراعي انضم إلى إذاعة البحرين في العام 1954، وساهم برفقة المغفور له الأستاذ إبراهيم كانو في العمل على الانطلاقة الأولى لإذاعة البحرين منذ لحظة تسلمه مهام عمله، وتدرج في عدد من الوظائف منها ضابط محطة إذاعية ومساعد مذيع ومذيع، حتى صدر في عام في 24 سبتمبر عام 1990 قرار بتعيينه مديرا لإدارة الإذاعة، حيث صاحبت فترته العديد من المشاريع التطويرية والتحديث وزيادة جرعة الإنتاج البرامجي، مما أسهم في تعزيز مكانة الإذاعة محليا وخليجيا وعربيا، إلى أن تقاعد عن العمل في عام 2001. وقد عرف الفقيد الراحل بتميزه وإبداعه في تقديم المواضيع والبرامج الإذاعية وإخراجها بأسلوب سابق لعصره، إذ تسخر المكتبة الإذاعية البحرينية بمئات الساعات الإذاعية التي ساهم بتقديمها طوال فترة عمله، كما حرص رحمه الله على نقل المعرفة التي اكتسبها سواء من العمل الإذاعي أو الدورات التدريبية الخارجية لبناء وتدريب جيل إذاعي بحريني ساهم في إيصال صوت البحرين إلى العالم. أخنور هو الحب. أنا أعتقد الإنسان يعني ما يروح على المنصب يقول أنا أحب هالمنصب ودي، هو يحب العمل، أي عمل يستطيع إنجازه. في خلال مشواري يعني في تاريخي الإذاعي ربما مريت مراحل كثيرة، كنت في البدايات شود مهندس صوت، كنت في البدايات أشتغل في أعمال إدارية بحتة، بعدين مذيع، بعدين مخرج مثل ما تفضلت، مسؤول برامج، أصبحت مذيع. لكن أنا وجدت في المرحلة ذي وجدت نفسي أكثر أو التصاق أكثر بعملية الإخراج. نعم. حبيت الشغلة أكثر من البقية، يعني حبيت جميع المناصب اللي مريت فيها أو المراحل اللي مريت فيها، لكن وجدت عالم الإخراج عالم واسع، عالم يستطيع أن إنجاز أعمال يخلي المستمع يعيش معه ويتابعه في أعماله ويشيد بأعماله، وحبيت العملية، عملية الإخراج. طبعاً خالد عرفته. خالد إيه عرفته. عندك هشام. هشام والنعم فيه. عندك نمر يا كذي. ياسر والنعم فيه. الأكبر طبعاً. نعم. نرجع حق أصغر واحد محمد. المشوار كان بالأخص في البدايات مشوار صعب جداً. أنا كنت أتمنى حقيقة أن أتكلم عن الزملاء اللي عشت معهم من البدايات، المرحلة الثانية والثالثة، وفي متعاونين من خارج اللي يتعاونوا معنا لهم جهد كبير، لكن شو أسوي الوقت ما يوسع
وفي نفس الوقت أخاف أذكر واحد وما أنسى الثاني. فأنا حريص على هالشيء، أبي محبة، بس في النهاية أبي يعرفون إن معزتهم كلهم في قلبي، وأبي متأكدون إن أخوهم عبد الرحمن عبد الله سواء في الإذاعة أو خارج الإذاعة موجود معاهم بقلبه وروحه، ومثل ما قلت بتتبعهم وأتمنى لهم جميعا، وأشكر جميع المتعاونين وجميع العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون على ما قدموا لي من خدمات وتعاون مخلص لله الحمد، فلهم مني كل الشكر والتقدير. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. مشاهدينا ننتقل لأول محطاتنا في شمس البحرين. لا شك أن للتوازن النفسي أهمية كبيرة في حياتنا، وبفضلها يقدر يضبط الفرد انفعالاته، خاصة الشعور بالهدوء وحسن التعايش، مما يسهم في النجاح الكبير في جميع جوانب حياته، سواء على صعيد الدراسة أو العمل أو حتى في علاقته مع الآخرين. نعم بكل تأكيد، ولمناقشة موضوع التعايش النفسي أسئلة وتساؤلات كثيرة راح تجاوبنا عليها الكاتبة والمدربة التحفيزية ميمونة موسى من سلطنة عمان الشقيقة. صباح الخير والسلام النفسي. صباح النور والسرور، شكراً، أنا سعيدة جداً اليوم بالانضمام معكم. وإحنا أسعد طبعاً. أكيد في البداية نبي نتكلم عن ما هي أسباب زيادة الضغوطات النفسية في عصرنا الحالي. طبعاً هناك الكثير من الأسباب اللي أودت إلى زيادة نسبة الاكتئاب، منها أولاً قد نذكر كثرة المشتتات في حياتنا اليوم، السوشيال ميديا، الإنترنت، والكثير من أيضاً حتى الصناعات أو المصانع. نعم. واللي تبعث انبعاثات كيميائية قد تؤثر حتى في التكوين النفسي للإنسان. كذلك نذكر الأزمات الاجتماعية الاقتصادية، كل هذه وغيرها الكثير، يعني حتى من بعضها من ضمنها حتى نوع الأغذية التي يتغذاها اليوم الإنسان، كان الإنسان أكثر يعود إلى أرضه، أما اليوم الأطعمة كثير فيها من المواد الكيميائية اللي تأثر على هذه المشاعر. صحيح. يعني أستاذة، لو بنتكلم عن السبل أو شنو هي الطريقة إلى الوصول للاتزان النفسي، شلون راح تكون؟ طبعاً هناك الكثير من الطرق اللي تؤدي إلى الاتزان النفسي، نذكر من أبرزها أن يكون الإنسان واعي بمشاعره، أن يكون الإنسان أكثر تركيزاً ووعياً بانتقاءاته حتى اليومية، على سبيل المثال عاداته اليومية يركز عليها أكثر، ممارسات الروحية أيضاً. نحن دائماً نحتاج إلى أن نكون متواصلين مع المصدر الأعلى أو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطينا قوة داخلية وحوافز يعني نفسية كثيرة تثبتنا على الاستمرار والمضي. أيضاً هناك الجانب العلمي والثقافي اللي طبعاً كل يعني الإناء بما فيه ينضح، يعني فنحن كل شيء نضعه في عقولنا ينعكس حولنا. فنحن إيش انتقاءاتنا اليومية؟ هل نحن نكثر من الدراما والأفلام؟ طبعاً أنا ما أقلل من شأنها، ولكن أي شيء يدخل من أفكار يؤدي إلى مشاعر، المشاعر تنعكس إلى سلوكيات. صحيح. فانتقاءاتنا للكتب، للأفلام المحفزة، حتى ما نسمعه وما نراه وما ننطقه أيضاً، وبرمجتنا العقلية اللي نحاول نحن نجودها دائماً، وأيضاً ممارسة الرياضة والكثير من الأمور يعني اللي هي عبارة عن انتقاءات شخصية تفرق كثير معانا يعني في واقع حياتنا. نعم. وأيضاً يعني نبي نتكلم أكثر عن عوامل الوصول إلى الاتزان النفسي في حياتنا اليومية. طبعاً مثل ما ذكرنا يعني سالفاً، هناك الكثير من العوامل اللي تجعلنا نعيش أو نستشعر الاتزان النفسي، منها أولاً يعني العوامل الروحية، العبادات، الدعاء، استحضار مشاعر الامتنان. العبد أو الإنسان اللي ينمي في شعوره بالشكر، يشكر أهله، يشكر ظروفه، يشكر كل النعم ويعدها ويحصيها، وإذا أحصاها أصلاً ما رح يقدر، إذا عدها ما رح يقدر يحصيها. والله سبحانه وتعالى ويقول وإن شكرتم لأزيدنكم، فهذا سر كوني عظيم وممارسة يعني يجب علينا جميعاً أن نحن ننميها في حياتنا. فشعور بدل ما نكون يعني تكون مشاعرنا أكثر في التركيز على ما نريد، نحولها إلى التركيز إلى ما نريد. فإيش الأشياء السبل المتاحة؟ أنا أعلم أن هناك الكثير من التحديات في حياتنا، لكن
إذا جلسنا نركز على المشكلة راح نتعمق فيها زيادة ولا نجني أي فائدة، بل سنقضي على مشاعرنا وعلى وقتنا وعلى صحتنا. على العكس، إذا ركزنا إلى الأشياء التي نرغب بالحصول عليها سوف تنجذب إلينا المزيد منها، وسوف يستمر الإنسان بشعور تحفيزي. أيضاً هناك الجانب الثقافي والعلمي والتوعوي، بحيث أننا نحن نبحث عن اليوم الحمد لله علوم التنمية الذاتية تقدم لنا الكثير من الكتب اللي فيها أسرار نفسية وممارسات نفسية يستطيع أن الإنسان يعني يطبقها في حياته ويستفيد منها. منها طبعاً القوانين الكونية، أن نعرف إيش عندنا من الأمور وأسرار نستطيع أن نحن ننفذها في حياتنا. على سبيل المثال الحضور الذهني، نحن كل ما نستطيع أن نكون حاضرين في اللحظة ونشغل كل حواسنا وانتباهنا في عمل نحبه، في هواية نقضيها، في ممارسات نكون أكثر فيها نشعر بالراحة، فهذا يزيد من نسبة استقرارنا النفسي واتزاننا النفسي. صحيح. أيضا هناك الممارسات الرياضية عندنا أو الجسدية، مثل ممارسة الرياضة. الرياضة معروف أنها دائما هي تزيد من هرمون الأندورفين أو هرمون السعادة. عندنا أيضا انتقاءات نوعية الأطعمة اللي نأكلها، فعلى سبيل المثال مثلا عندنا الجنك فود اليوم في زيادة كثيرة، أو الأكلات السريعة وكثير هي هرمونيا يعني تم حقنها وغيرها، فهذه تضيع كل كيميائية جسمنا والمكونات اللي في أجسادنا، بالتالي يصير عندنا نوع من التهيج الداخلي وشعور بعدم الارتياح، وهذا ينعكس أيضا في عقلنا أدائنا الذهني والنفسي. نعم صحيح. يعني أستاذة ذكرتي العديد من المواضيع، العديد من الطرق اللي ممكن احنا نحافظ حتى على طريقة أفكارنا، بس لو نبي نتكلم عن الأفكار الإيجابية شلون احنا راح نحافظ عليها ونستمر في تطبيقها. يمكن ذكرتي ان احنا نكرر الأشياء الإيجابية او طريقة حتى تفكيرنا مع الشيء نفسه، بس شنو هي الطرق الأخرى؟ نحن اليوم ما نريد نلمع الصورة بحيث ان نحن خلاص انا إيجابي راح اصير روبوت وما راح يعني اتأثر بالسلبية. القبول هو يعني والرضا اجمل مشاعر يصل اليه الانسان ويؤدي صحيح. الى فعلا الاتزان النفسي. نحن نقبل بوضعنا الحالي، نحن يعني نرى ان المشكله موجوده ونعطيها حقها في التعبير عن مشاعرنا، ولكن ايضا لا يعني نستسلم لوجود هذه المشاكل والتحديات ونستمتع في التعمق فيها وعيش الدراما والحزن، لان كل ذلك راح ينعكس على نفسيتنا ومشاعرنا واجسادنا، وحتى الامراض العضويه يقال ان يعني اغلبها او كلها سببها الاول سبب نفسي. صحيح. فكيف نصل للايجابيه؟ مثل ما قلنا ان دائما نركز على ما نريد عوضا عن التركيز في ما لا نريد. نقوي علاقتنا دائما باهلنا واحبابنا، ونكون ايضا حلقات او من المعارف الايجابيين، وننتقي حتى الصحبه بحيث ان نحن ناس تعطينا طاقه ان نكون لما تكون معنوياتنا منخفضه نجلس مع شخص يشعرنا بالراحة، يشعرنا بالتفاؤل، فهذا ذخر وكنز يجب علينا أن نحن دائما نحرص على اقتناء هذه الأشخاص. وحتى حضور المحاضرات ما نستهتر أبدا أو نستهزأ بالمحاضرات. المحاضرات تنمية الذات والتحفيز وغيرها، هذه عصارة أشخاص قاموا بالكثير من البحوث، قاموا بالكثير من التدريبات حتى يوصلوا لنا هذه الزبدة والخلاصة اللي إذا استطعنا أننا نفهمها ونمارسها ونطبقها في حياتنا راح تغير حياتنا جذريا بإذن الله تعالى. نعم. وكذلك نعم. قراءة الكتب التحفيزية والاحتكاك بالمصادر الطبيعية. نحن ننسى نفسنا اليوم دائما مولات بيوت تكييف وغيره، وما يعني نعطي الطبيعة حقها. التأمل سر من أسرار كل الأنبياء والعظماء في هذه الحياة. فلذلك صحيح. يجب علينا أن نعطي نفسنا يعني فرصة في التأمل، في الاسترخاء، في ممارسة الصمت والهدوء والاحتكاك بالمصادر الطبيعية من البحر. البحر فيه أيونات سالبة، هذه الأيونات تسحب منا الطاقة السلبية وتجدد قوتنا. كذلك المشي على تراب حفاة والتنفسات العميقة أيضا كلها تأثر على الجسد والمشاعر بإذن الله. بإذن الله. يعني أستاذنا بنتكلم عن يعني أكثر، هل هذه طرق الحفاظ على التوازن النفسي اللي ذكرتيها ممكن تكون كفيلة بعلاج الاضطرابات النفسية الشديدة؟ هو دائما يقولوا الوقاية خير من قنطار علاج. نعم. فالاكتئاب أو الأمراض النفسية أغلبها تبدأ بتدرج،
إذا نحن ما انتبهنا فيها من البداية وصلنا إلى مراحل متقدمة، عندنا مثلا أمراض فيها أمراض عندنا مثل الفصام الشخصي، الهوس، الهلوسة وغير هذه أمراض تكون خلاص متقدمة قد ما يكون تداركوها في البداية. فإذا وصلت إلى مرحلة متقدمة سببت خلل أو لأسباب وراثية كذلك سببت خلل في الكيميائية العقل، فهذه الشعور أو ممارسات الاتزان النفسي تكون مكملة أغلبها مش علاجية، يعني بكثر ما أن العقاقير هي تكون الأساس في تكوين الاتزان. ولكن الحالات اللي هي المبتدئة من الاكتئاب أو الحالات النفسية كثير جدا، يعني الناس أو الإحباط وغيرها كثير ناس تعالجوا منها بسبب تغيير ممارسات أو طريقة تفكيرهم وممارسات حياتهم. ولكن إذا مثل ما قلت وصلت إلى مراحل متقدمة يجب تدخل، يعني يكون في تدخل طبي. نعم أستاذة، يعني هل هناك في علاقة بين التوازن النفسي والتربية الأسرية الصحيحة؟ طبعا سبحان الله، اليوم العلوم تؤكد أن حتى الجينات حتى من أجدادنا قد يكونوا القدامى من السابع والسادس نحن نتأثر من ناحية القناعات ومن ناحية المشاعر ومن ناحية التكوين الجسدية والنفسية، ما بال أن الأسرة هي التكوين الأساسي للفرد. فسبحان الله يقال أن أول 5 سنوات من عمر الطفل خلاص تكون تشكلت القناعات الراسخة أو الأساسية في حياة المرء، والبقية راح تكون يعني فقط تكميلية. أما الأساس في أول 5 سنوات هذا يعتبر يعني الأكثر والأقوى أثراً، وهذا لا يعني أن الإنسان لن يتغير، لا بالعكس، يعني الحمد لله رب العالمين أن هناك يعني كثير أشخاص من خلال المهارات ومثل ما يقال غلب الطبع التطبع، فمن خلال الجهد أو المجهود الذي يبذله الفرد على نفسه يمكن صياغة إنسان جديد مرة أخرى، يعني من ناحية الشخصية والفكرية والعقلية. نعم نعم، من سلطنة عمان الكاتبة والمدربة ميمونة موسى نورتينا، وشكرا جزيلا على وجودك اليوم معنا. أهلا وسهلا، شرفتوني وشكرا على استضافتكم الطيبة. لنا الشرف، الله يسلمك. أهلا وسهلا. من الاتزان النفسي والسلام الداخلي ننتقل إلى الصحة الجسدية وسلامتها. الدكتور ناجي علم الدين استشاري الغدد الصماء والسكري والسمنة في مستشفى الملك حمد الجامعي راح يعطينا اليوم نصيحة، وبتكون خاصة بمرضى السكري في فقرة نصيحة طبية، خلونا نتابع. مرض السكر مرض مزمن، مشكلة كبيرة بالبحرين، مشكلة كبيرة بالدول العربية وبالعالم كله. في نوعين سكر، في النوع الأول والنوع الثاني. النوع الثاني اللي أكترية الناس معاني إياها، المشكلة الأساسية والسبب ارتفاع نسبة السكر النوع الثاني هو بسبب نمط حياتنا، نوعية أكلنا، الرياضة، مع قليل الرياضة، بنقعد على التلفزيون. فأهم شيء لتظبيط السكر لتنظيم السكر هو تعديل نوعية طريقة الحياة. شو معناتها؟ بدنا نعدل بنوعية أكلنا. الأكل اللي لازم نعدله ونجرب نخفف النشويات، يعني الرز، الخبز، العصائر، هيدول بدنا نخففها، مش معناتها نمنعها كليا، بس هو كلياته بالاعتدال. الرياضة شو معناتها لما نقول نعمل الرياضة؟ يعني أكيد إذا الواحد في يروح على نادي رياضي بيكون شيء عظيم، الصعب الواحد يروح على نادي الرياضة دائما. أي شيء مشي بيساعد، لأنه السكر، لأنه العضل بياخد السكر. فشو إذا بنمشي 10 دقائق 3 مرات باليوم بيكون شيء كتير منيح. يعني مثلا إذا رايح على الشغل صف السيارة أبعد شوي، امشي زيادة شوي، طلع على الدرج بدل ما تروح بالإليفيتر. كل هيدا بيساعد لتنظيم السكر. هل غير عن تعديل نوعية الأكل، في أدوية فينا نستخدمه، في عدة أدوية، في حبوب وفي إبر. الحبوب بيساعدوا لتنظيم السكر، وبنفس الوقت في أدوية جديدة طلعت هلا بتساعد بتنزيل الوزن. يعني الهدف تبعها هي بتحسن السكر وبتنزل الوزن، وفي منهم عندهم فوائد للقلب. هلا لما نشوف مريض عنده سكر بنحاول بنشوف شو أفضل علاج لهم. هلا السكر النوع الأول هيدا قليل من الناس عندهم، يعني أقل ناس عادة بيكون أصغر اللي بيصير معهم السكر النوع الأول. المشكلة الأساسية بيكون بالمناعة، بيصير الجسم ما بيطلع انسولين منيح، وهيدا العلاج تبعه هو ابر انسولين. في كذا نوع انسولين بنستعمله، والعلاج الجديد الموجود اللي بنستعمله بحالات معينه هي مضخه الانسولين. مضخه الانسولين بتعطي
بتسهل حياة المريض السكر النوع الأول وبتخلي الهبوط يصير أقل. هيدي التكنولوجيا الجديدة اللي صارت موجودة عندنا. مشاهدينا، الثقافة المالية والاستثمارية صارت مهمة جدا في وقتنا الحالي، ومثل ما نشوف في رحلتنا نحو الاستثمار المالي وعشان اقتصادنا الشخصي، من المهم يكون عندنا وعي وثقافة للتعامل الصحيح مع المال، ونفهم متى نستثمر في المكان الصحيح والوقت المناسب. لذلك احنا اليوم بنتعلم متى نستثمر في وقتنا المناسب. حوارنا اليوم راح يكون حول الأصول الناجحة والأصول الافتراضية الخادعة مع رائد الأعمال محمد الرفاعي. صباحك خير وسعادة. صباح النور يا هلا. صباح الورد. يعني محمد، في البداية نبي نتكلم عن مفهوم الأصول. مفهوم الأصول هو أي شيء تملكينه راح يكون له قيمة حالية أو مستقبلية لك وحق غيرك. يعني بالمعنى الصحيح لما نقول الواحد من الأصول هو الذهب. الذهب كلنا نعرف إن أنا ممكن أستفيد منه اليوم، مثلا بتلبسينه، بتسوين فيه شيء، وعقب في المستقبل احتمال عود يرتفع سعره. نعم. فتبيعينه ما يوصل للصفر. في أصول توصل للصفر، مثلا التليفون، إذا تم التليفون مدة طويلة عندنا هذه الأصل راح ينتهي. بس من ناحية استثمارية في وايد أنواع حقها. خلينا نقول العقار واحد يعتبر من الأصول المعروفة، الذهب، النفط، ولا الأسهم، أي شيء، أشياء وايد. بس اليوم طلعت أصول أنواع ثانية اللي هو خلينا نقول بداية قبل سنتين اللي هي تسمى الأصول الافتراضية. نعم. محمد، يعني اليوم لو نبي نثمن هذه الأصول شلون نقدر نثمنها؟ سواء اللي كانت موجودة عندنا أو الأصول الافتراضية اللي موجودة الحين. ثمن أصولك بالمبلغ اللي ممكن توصل له في المستقبل على حسب حاجة الناس له. يعني دائما نعرف إن خلينا نقول البحرين صغيرة ما فيها أراضي وايد، فإذا شريت أرض في المستقبل أكيد راح يرتفع سعرها لأن راح تكون في أراضي أقل وأقل وأقل. فلازم نعرف إن الأصل اللي بشتريه إذا تبيه كاستثمار، هل هذا بيكون عملة نادرة عقب مدة معينة؟ هل الناس راح ترغب فيه وما راح تحصله وأنت ليه تملك واحد منهم؟ فممكن تبيعه. نفس الشيء في الذهب، الدول كلها تتحوش على الذهب، الذهب يرتفع سعره. فهني تحدد الأصول الافتراضية. أصول جدا مختلفة، هي شيء تتسمى NFT Non Fungible Token. هو تشتري شيء شن عقد أونلاين، وهذا العقد هو اللي راح تقدر تبيعه يرتفع سعره يصير عملة نادرة لأن غيرك ما عنده هالعقد. كان منه مثلا 10,000، أنت عندك واحد وفي 100,000 يبونه، فسعره يبتدي يرتفع أكثر وأكثر. يعني محمد، نبي نتوسع في مفهوم الأصول الافتراضية أكثر، يعني نبي نتكلم عن الاستثمار فيها. الأصول الافتراضية بدأت في 2021، مو من زمان، تونا قبل سنة. طلعت شيء في التكنولوجيا إنه ممكن الواحد يثبت كل الأشياء اللي يسويها. العقود مثلا اليوم لو أنا بيني وبينك عقد وصارت فيه مشكلة راح نتوجه للمحاكم، بس إذا العقد هو بروحه يحل مشكلته، يعني هو بروحه مثلا اذا شاف انه في مشكله هو راح يطرش لك الفلوس بالنيابه عني، انا ما اقدر اتحكم فيه. انا سجلت في العقد ان لك الصلاحيه اذا انا ما سويت شيء الفلاني طرش الفلوس بالنيابه عني. فالعقد ذي ذكي مبرمج اوتوماتيك هو اللي راح يشتغل فيه. فهذه العقود انبنت ان هي تسوي شيء يسمونه اصول افتراضيه، منها اراضي، منها لوحات قاعده تنباع تشوفونها ساعات بالملايين، تسمعون عن لوحه. صحيح. هذه الملايين اساسا تدخل لك ملايين، تشتريها تخليها عندك شهرياً طلع لك 100,000، طلع لك مبلغ عود، فتساعدك إنك أنت تستثمر وصارت ثابتة صاحبها ما يقدر يغيرها. لكن في بعد أصول خادعة زي نفس الموضوع. ذكرت الأصول الخادعة، نبي نتكلم عنها. شنو هي الحين؟ عرفنا الأصول الثابتة وشون إحنا ممكن نتداول فيها وحتى إحنا ممكن نحافظ عليها، لكن الأصول الخادعة شنو هي وشلون؟ الأصول الخادعة هي نفس الأصول الافتراضية ولا حتى الأصول العادية. مثل كنا واحد يقول لك أنا ببيعك بيت، هذا البيت مأجر لمدة 10 سنين عقد ورحت خدته وطلع مو مأجر، لازم تدور لك مأجر وتأخذه. يقول لك مثلا البيت ما في شيء خراب تروح تشتريه ويطلع يبيله ترميم وتعديل، فهذه أصل خادع. نفس الشيء في الأصول الافتراضية، تروح تقول يقول لك هذا العقد راح يسوي لك 1 2 3، وهو يعتمد على أن أنت ما تعرف تقرأ العقد، يعتمد على مثلا جهل الناس في قراءة العقود. فيقوم يكتب لك أمور خادعة في العقد أن أنا أمتلكه كامل، أنا بأخذ فلوسك لكن الفلوسك لي، ومكتوب قدامك وتروح تشتري وتنخدع فيها. فلذلك لازم الواحد يحاسب شنو يشتري من الأصول الافتراضية. شلون ممكن يحاسب؟ أنه هو يقرأ العقود، يتعلم يقرأها. يعني العقود مكتوبة بلغة IT، لذلك ناس وايد بالنسبة لها صعب أنها هي تتعلمها إلا إذا هي دارسة IT من قبل. فالواحد لازم اليوم يبتدي يعلم روحه شلون يقرأ IT. في لغة اسمها Solidity، ودائما قاعد أقول حق الناس إنه لازم كل من حتى الأطفال أنهم يتعلمون يقرونها، لأن هاي بتصير لغة المستقبل في يعني
مستقبل القريب. كل البرمجة تحولت لها، صار الكل لازم يعرف يقراها، فإذا ما تعرف راح تنخدع كأنك توقع على بيض. صحيح. هذه بالنسبة حق العقود، لكن إذا نبي نفرق ما بين الأصول الثابتة والافتراضية. الثابتة هي الموجودة في عالمنا الافتراض، عالمنا الواقعي، مثلا طاولة قدامنا هذه يعتبر أصل. لكن الافتراضية هي لا، هي ديجيتال أسيت، يعني شيء في الكمبيوتر لا قيمة عالية بس أنا ما أقدر أستعملها الحين. مثلا لو أقول لك أنا كل شخص راح يشتري تليفون أبل أنت لك منه خلينا نقول 10%، أنت هذه الأصل افتراضي، هذا مو بأصل واقعي أنا ما أقدر أخذه، لكن هذه الأصل كم قيمته بالنسبة لك؟ قيمته وايد، لأنه يدخلك وايد فلوس. إذا قلت لك أنا بعطيك سفينة افتراضية أنا رسمها، لكن هالسفينة كل مرة تنباع راح تحصل مبلغ عود. الأسهل خلينا نتكلم في الأغاني، اليوم الأغنية تكون افتراضية مو بواقعية، وقاعدين نبيعها ولها مبلغ وايد عود في الاستثمار، فهذا قاعد يرفع من قيمتها أكثر وأكثر. صح. سمعت معلومة ما أعرف إذا هي صحيحة أو خاطئة، يعني إن المستثمر الناجح لازم يكون عنده عدد كبير من الأصول. ليش وشنو راح يفيده؟ التنوع. ليش ما يود له مثلاً شيء معين أو جانب معين؟ أنا بقول لك مر علي واحد عنده برج في السيف تقريباً تكلفته 20 مليون، مو قادر يأجره، فهو عنده أصل واحد بقيمة 20 مليون، طالما مو قادر يأجره إيش قاعد يشيل سيفي؟ ما قاعد يستفيد، وجوده عدمه واحد، يبي بيعه مع الوضع الاقتصادي مع 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 من بيشتري برج ب 20 مليون حاليا في ضاحية السيف؟ فهمت قصدي؟ فلكن إذا أنا عندي خدت ال 20 مليون ونوعته على 20 عمارة، على 15 بيت، على سيارات، على محل، على أصول افتراضية مختلفة، هذه بالعكس أنا قاعد أنوع مصادر الدخل عندي، فحتى لو واحد فيهم ما اشتغل عندي الباقي يشتغلون. فلذلك الزين أن الواحد ينوع من مصادر الدخل، ينوع من الأصول اللي يملكها. شنو تنصحه يمكن اليوم لو الواحد يبي ينوع أصوله، وخلينا نقول مبتدأ يعني حالي وحال دلال قاعدين بنجمع فلوس صح، وممكن احنا تكون عندنا أصول، شنو ممكن نبتدي فيه؟ ابتدي بشيء تفهمه، بس هذه الفكرة، يعني مثل اللي تكلمنا من قبل حتى في الأسهم وغيره، أن الواحد لازم يبتدي في شيء يفهمه. فإذا بنصح واحد يدش في الأصول، ما أنصح أن واحد يدش في الأصول افتراضية إلا إذا تعلم عنها، أخذ دورات عنها، قرأ عنها مدة طويلة، يجرب في شيء جدا رخيص بقيمة $100 مثلا، يعرف أنه أوكي هذا وين رايح وين متجه، عقب يبتدي يدش في شيء أكثر. لكن أن الدش مثلا تقول لي محمد شنو نصيحتك وأقول لك إياها تروح تشتري، هذه علي أنا بتكون مشكلتي أنا أنه يمكن أعطيتك شيء غلط أو شيء ما يناسبك. فأحس الواحد لازم يتعلم شنو هي أنواع الأصول اللي هي خلينا نقول سواء كانت ذهب أو والأشياء مشتقاتك، سواء كانت عقارات وغيرها، أو سواء كانت أصول افتراضية، وتشوفه هو شنو الأنسب بالنسبة له وشنو فاهم فيه أكثر. يعني محمد من خلال تجربتك ووجودك في هذا العالم أكيد مروا عليك ناس خسروا في خلينا نقول في الأصول الافتراضية، اذكر لنا بعض المواقف. في الله يسلمك مثلا شركة عالمية معروفة جات نزلت أصول ثابتة فوق 100,000، والناس تمت وقفة طوابير علشان تأخذها، ويوم خذوها كلهم من عندها شركة ثانية يوم اختفت فراحت الفلوس كلها. ثاني شيء في شركة أول ما ابتدت خذت الأصول الافتراضية أرسلتها مجانا حق كل المشاهير الموجودين في السوشيال ميديا، فتمت الناس تشوف أن كل المشاهير يملكون في أصولهم الافتراضية، فتوقعوا أنه هو أصل جدا ممتاز، فراحت كلها وشرت في هذا الأصول وطلعت أنها هي أصول خادعة. فالقصص وايد والأشياء اللي قاعدة تصير وايد. اليوم مثلاً أنا عندي أصل افتراضي خلينا نقول هي أرض افتراضية، أتي مثل أي حدي يأخذ كوبي منها ويحطها ويقول هذه هو الأصل، الأصل هو مو بالأصل، لأن أنا عندي عقد هو ما عنده عقد، بس أنا الناس ما تعرف تقرأ العقود خلينا نقول، فيروحون يشترون خلينا نقول شنو الكوبي، فيخسر كل فلوسه، يدفع نفس قيمة الأصلي على كوبي ويخسر كل فلوسه. فهذه المشاكل، هاي الخداع اللي قاعد يصير. يعني محمد وين المشكلة؟ لما نتكلم عن المشكلة، وين المشكلة؟ المشكلة إن الناس ما تبي تتعلم تقرأ بس. هذه يعني أنا هاي تشوف الشيء الوحيد المشكلة في ذي العالم. من واحد يعرف يقرأ العقد ويعرف يقرأ الأصل تنحل مشاكله كلها في ذي العالم. في ناس تقول لك لا أنا والله سمعت فلان مثلاً، سمعت محمد قال هذا الأصل زين ومحمد يعرف يقرأ فأنا بمشي على كلامه. زين يمكن أنا مدفوعي ان انا اقول ان ذي الشيء زين. بس محمد يعني مثلا الحين اذا شخص مثلا مثل ما ذكرت ان اشخاص من السوشيال ميديا او مشاهير من السوشيال ميديا، انا كشخص اكيد لما اشوف ان واحد اثنين ثلاثه اكثر من شخص عندهم هذه الاصول، ف
فأكيد أنا بتطمن وبروح يعني حتى بصراحة بدون لا أقرأ أكيد بروح أخذ ذي الشيء. هذا اللي صاير. تعرف إيردروبك تطرش لك صورة من تليفون إلى تليفونك تقبلها؟ أيه. أنت ما تعرف شنو اللي جايك صح؟ صح. في شيء نفس الشيء في ذي العالم في إيردروب، فوايد ناس يطرشون حق المشاهير إيردروب، مشهور ما شراها ولا قال يبي يشتريها ولا سوى شيء، مرة واحدة بطلت إن محفظته شاف إنه في هذه الصور، والمحفظة في ذي العالم مفتوحة كل من يقدر يشوف شنو دخل بوكيت. صحيح. ف... صحيح. تخيل ان انت تشوف المشاهير كلهم عندهم بس ما كلهم يعرفون ان ذي ناصب ويتكلمون انه هو ناصب، اذا شو يسوي؟ لازم يقرا، لازم تقرا صح. واحنا نقول يعني يعني حسب الحاله اتوقع انه مفترض انه يكون في تشديد ووعي. يعني كثرة الوعي اكيد تتفق وياي هي ممكن تحمي الناس من الوقوع في الخسائر والاضرار، ولا ايش رايك؟ هو الوعي ممكن، الرقابه مو ممكنه، هذا العالم مفتوح حق الكل. صح. يعني ما في جهة مراقبة، ما في مثلا دولة تودها ولا جهة حكومية تدورها. صحيح. ولا أي أحد، هذه أي أحد يقدر يدش فيها، فالواحد كل الموضوع في الوعي، فنحاول نوعي نقول نتكلم وعلى الناس أنها هي تسمع وتتعلم. صحيح. إحنا بنرجع إلى الأصول الثابتة، نبي نتكلم شنو الفرق ما بين الاستثمار خلينا نقول القصير المدى وطويل المدى في الأصول. في الأصول الثابتة ممكن تشتري اليوم أرض وتنتظرها ترتفع 5% وترد تبيعها مرة ثانية، يعني تنتظرها سنة ارتفعت شوي شريتها ب 100,000 صارت ب 105 تقول الحمد لله باخذ 5,000. لكن شوف الناس اللي شرت اراضي على 3,000 دينار في 2002 في 2003 اليوم هالارض اللي ب 3,000 صارت بكم؟ صارت ب 90 ب 100,000. فهذا المدى الطويل هو صح، ممكن ان انت تطلع ب 1000 فايده في المدى القصير، لكن اذا تم المدى الطويل بتطلع لك مبالغ اضعاف 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 اللي انت قاعد تنتظره. بس في ناس يصير عندها خوف، مثلا شراب ثلاثه وصار 2900 قال لك لا 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 ببيع، أبيع بخسارة 100 أكثر ما ينزل أكثر. فهذه مشكلة. صحيح. المدى الطويل ما تطالع، تقول خلاص أنا حاطه 10 سنين بخلي 10 سنين، نزل ارتفع اللي يصير يصير، عقب 10 سنين ببيعه. ينتظرون 10 سنين ويشوفون كم سعره اليوم، ودائما في أي أسهم بتروحها إذا تروح على 10 سنين قبل دائما اليوم يكون أرفع من 10 سنين اللي طافت، دائما في كل أسهم في كل الأصول. الذهب اليوم قبل 10 سنين وين؟ صح، دائما يكون أرفع. حتى العقار مثل ما نقول يعني، فأتوقع أكثر فرصة مناسبة يعني هذه اللحظة أو باكر أو أمس يعني أو أمس باكر. صح. فدائما المدى الطويل هو الصح والمدى القصير هو الغلط يعني بالنسبة. صحيح. لي يعني محمد قبل ما نختم هذا اللقاء وياك، يعني المعلومات غنية والموضوع أصلا شيق، لكن شنو حاب تقول حق المشاهدين؟ حاب أقول إن لا تسمع كلام أي أحد وتصدق كلام أي أحد، لو شنو يطلع ويتكلم ويقول أخذ اشتر، لا تشتري شيء إذا أنت مو فاهم فيه. لو شنو الفرصة ياتك ليه عندك، تعرف كل من فاهم فيها قاعد يقول لك هذا الأصل مستحيل يخسر. نعم. لا تشتري قبل ما أنت تفهم فيه 100%. نعم. شكرا لك رائد الأعمال محمد الرفاعي، شكرا على كل هذه المعلومات الغنية اللي قاعد تذكرها لنا، يعطيك العافية يا رب. حاضر لكم ومشكورين، ما قصرت. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل لفاصل قصير وراجعين واصل معاكم باقي فقراتنا. عودة لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. وعبد الله عندي لك سؤال، هل عندك أكل معين ما تحبه؟ بصراحة لا، أجرب كل شيء، بس يمكن كنت في فترة من حياتي ما أعرف إذا أقول عن روحي فيجيتيريان، بس كنت كذي إني ما أكل إلا الأكل النباتي، يمكن شوية أدخل لحوم بس كذي. يعني من يوم كنت صغير كنت أحب وايد الآلو والطماط وهاي الأشياء، وبس كبرت على كذي. يمكن الأشياء الغريبة كنت أكل بس عشوة السمكة، وكبرت على كذي عارف إن أشياء يمكن تكون غريبة وتضحك، خصوصاً يعني خل أقول في بيت بحرين، يعني إنه يمكن يعني إحنا ناكل يعني ما في شيء مرتبط بعاداتنا وتقاليدنا. بس لما كبرت وقمت أكل كل الأشياء فاكتشفت إن الأكل عالم جميل. وبصراحة يعني اللي ما عنده أي حساسية أو عنده أي شيء ممكن أنه يحسس جسمه من أكل معين، لا تقول هذه الأكل ما أحبه، جرب كل شيء لأن الأكل لذيذ والحمد لله على ألف نعم إحنا فيها أكيد. نعم صح. بس أنا اللي عرفته عبد الله إن أنت يعني متذوق للطعام.
يقولون. عندنا طباخة عقب ممكن أو شيف يعني هي ممكن تختبرني صح. في ذي الجانب صح. والأكل ثقافة عبد الله يعني ساعات مثلا في ناس تتحسس من أكل معين، ناس يعني من يوم هم صغار ما يأكلون إلا أكل معين يعني صح. ساعات يكون مرتبط نفسيا، ساعات مثل ما قلت البيت البحريني يعني مرتبط بالثقافة، يعني أشياء كثيرة صح. بس أنا ما سألتك شنو الأكل اللي تحبينه أو الأكل اللي ما تحبينه، أو يعني هل عندك مشكلة في شيء معين؟ لا أنا ما عندي مشكلة في شيء معين، لكن الأشياء مثلا اللي ممكن تسبب لي مثلا حساسية، الأشياء اللي مثلا أنا من يوم صغيرة ما أحب أكلها، يعني دائما أقول حتى في البيت أو مثلا لين أطلع مكان دائما أقول علموا عيالكم يأكلون كل شيء صح. يعني الأكل البحريني، المشابيس، العيش، الأشياء هذه اللي موجودة التراديشنال اللي تكون موجودة في كل بيت علموا عيالكم. ليش؟ لأنه الياهل يكون متذوق للطعام من يوم هو صغير، فيتم معه هالشيء ليه ما يكبر، فهذا اللي صار وياي، كبرت وأحب الأكل. حلو، أتوقع إحنا متفقين يوم كلنا نحب الأكل. أكيد. خلينا نشوف الناس. نبض الشارع. أكيد. مشاهدينا ننتقل إلى نبض الشارع طبعاً، وكان سؤالنا هل في أكل معين ما تحبه وجاوبوا عليه، خلينا نتابع أجوباتهم أكيد في نبض الشارع. بعض الناس عندها نوع من الأكلات ما تأكله، تقول لك أنا هذه ما أكله، لو شنو ما يصير؟ شنو الأكلة اللي أنت ما تأكلها؟ والله أول شيء كل الأكل نعمة من الله، لكن بعض الأكلات طبعاً نفس ما تقبلها، منها أنا بالنسبة لي طبعاً في بعض الأكلات البحرية اللي استحالة أكلها. شنو السبب؟ سبحان الله نفس ما تطلب، يعني أنا بالنسبة لنفسي أتصدع عنها، أتحمد الله عليها بس لكن أبعد عنها. بس في ناس يقول لك هاي الفيتامين كله فيها يعني. أوكي حتى لو الفيتامين، إحنا لنا قدوة في النبي عليه الصلاة والسلام، فشيء لما أنكره ما أكله، استحمد الله وما أكله بس. الطماط يعني ليش؟ من يوم أنا صغير كنت أكله الطعم ما كان يعجبني، فخلاص استمر كل كثر يحاولون معي جرب ما أقدر يعني. للحين ما تبغى تأكل؟ لا للحين. بخصوص الفيتامينات اللي تطلع مثلا من الطماط، من وين تعوضها؟ أشياء ثانية يعني من الخضروات الثانية، بس غير الطماط أنا ما أقدر. ما أكل اللحم. اللحم بشكل عام. شنو السبب؟ في عندي اللي هو النقرس إذا تعرفه، اللي هو داء الملوك. هذا السبب اللي هو. ولا عادي إن أنا بالعكس أنا أحب اللحم، كنت أكل أول بس الحين وقفت. السمك ما أكل أنا. ليش؟ ما أدري، ما الصغر يعني ممكن أشياء تقريبا إنه زي الشوك الصغار اللي فيه والأشياء هذه، فا يعني. شوي متخوف من الموضوع فعشان كذا ما. شلون تعوض الفيتامينات من المأكولات البحرية؟ يعني من المكملات الغذائية مثلاً، في أخذ مكملات غذائية وأخذ الأشياء هذه يعني اللي تعوض المطلوب منه يعني. والله شوف بدون سبب إذا كان طعمه مو زين يعني، بس أنا من يوم صغير كان عندي حساسية من الموز والسمك والبيض، بس مع الوقت لما كبرت انتهت الحساسية هذه والحمد لله يعني. بالنسبة لي أنا الأمانة كل شيء أكل يعني، بغض النظر دجاج اللي هو لحم، خضروات، سيفود، هاي الأشياء كامل أكلها يعني. بصل. شنو أسبابك؟ ما أحب طعمه يعني، ما أحب أشوفه، أعرف أن كل طبخة فيها بصل بس ما أحب أن أشوفه قدامي. ولا تحس فيه؟ ولا أحس فيه يعني، أي طبق أشوف فيه بصل على طول أشيله من الناس. أحب البحرين. تقرير مميز وجميل، واليوم فقرتنا عن شابة بحرينية حفرت اسمها في تاريخ فن الطبخ، فمن هواية للطبخ في الصغر إلى شيف تقدم أشهى الأطباق، عرفناها بصبرها ودائها الاستثنائي والمميز اللي أبهر لجنة التحكيم في العالم العربي كله من خلال مشاركتها في المسابقة العالمية توب شيف ووصولها للنهائيات بكل جدارة وتفوق. نعم بكل تأكيد التحديات خلت ضيفتنا أكثر صمود وقوة، وهي بالتأكيد مثال وقدوة وفخر لكل بحريني وبحرينية قادر أن يبهر العالم بفنه وأداءه وإبداعه اللامحدود. والحديث أكثر عن مسيرة ضيفتنا يشرفنا ويسعدنا تكون معنا اليوم الشيف نسيم راس رماني. صباح الخير. صباح الخير شيف. صباح النور للجميع، تلفزيون البحرين، طاقم تلفزيون البحرين، صباح البحرين بيسكلي. سعيدة أن متواجدة اليوم هني وياكم، احنا مع ناس جميلين. تسلمين يا رب. شوف يعني قبل أن نبتدي في كل محاورنا وكل أسئلتنا، يعني شفتي الحين التقرير والناس شنو الأكلات اللي تحبها واللي ما تحبها، بالنسبة لك في أكل ما تحبينه كشيف؟ صراحة كشيف أنا متذوقة وما عندي أكلة معينة ما أحبها صراحة، ولا مكون معين أنه
ما أجربه، فلا ما أظن أحب أجرب كل شيء، like أي شيء أكل أحب تمام. أجربه. يعني إحنا متفقين. متفقين بالضبط. زين شيف، أول شيء إحنا طبعاً نبارك لك على حصولك على المركز الثاني في المسابقة العالمية توب شيف، طبعاً رفعت رأس البحرين أكيد، رفعت رأس الكل في الوطن العربي خلينا نقول. شفنا بنتكلم يعني من هندسة معمارية إلى شيف، شلون يعني مجالين يعني أكيد أكيد إنهم مختلفين، شلون قدرتي إن أنت توفقين ما بين هذه التخصصين خلينا نقول؟ طبعا أخوي عبد الله هاي دائما السؤال يتكرر في أي مقابلة أو أي مكان. يمكن تكون للناس قصة كلش عودة، بس حقي هي شيء بسيط. أنا حاولت أن أروح وراء شغفي على شيء اللي أنا أحبه. درست الهندسة مثل ما قلت، اشتغلت في الهندسة، بس شغفي وطموحي كانت دائما في المطبخ، أخذه كاتجاه مهنة لي، لأن في كوت if you love what you do you don't have to work a day in your life. صح. يعني شيء اللي تحبه اذا رحت مع شيء اللي تحبه تشتغل فيه ما بتحس ان انت تشتغل يوم في حياتك. فالحمد لله خذيت هاي الطريق بعد الهندسه المعماريه، درست الطبخ والمطبخ الاحترافي، خذيت شهاده الماجستير في فن الطبخ واداره المطابخ. نعم. وهذاني اليوم. حلو، يعني مسيرة حافلة بالعطاء، حافلة بالشغف، يعني هذا هو اللي وصلك إلى مكان معين متميز، خلاك أنت علم من أعلام التميز في مملكة البحرين. صحيح. يعني شفنا سيم نبي نتكلم أكثر عن جانب التدريب، أنت كان عندك تدريب في أحد الفنادق الخمس نجوم، شنو أضاف لك هاي الشيء لهذه المسيرة؟ بالضبط مثل ما قلتي هي مسيرة، وهاي المسيرة كلش ما كانت سهلة. بديت من الصفر، اشتغلت في مطابخ كمتدربة، درست مجال الطبخ مثل ما قلت لكم، ومو بس في البحرين في الفنادق، حتى برا البحرين في سويسرا وأوروبا فرنسا. كل هذا كان تدريب مكثف. هاي التجربة ضافت لي وايد من ناحية إدارة المطابخ اللي هو أهم من الطبخ نفسه. إذا بندش في المجال كاحترافية، شنو بعد؟ التدريب كان شيء جدا مهم، الدراسة بعد هي شيء جدا مهم، لأن حين الشيف مو بشيف يقدم أكل ويبيعه، it's not selling food. حين الشيف هي ثقافة، هي culture، هي فلسفة، هي شلون تعلم الناس عن ثقافتك، عن بلدك، عن صح. ثقافة الأكل، ثقافة الأكل الصحي، ثقافة البزنس، الأعمال، هاي كلها يجمع في الشيف. صحيح. شيف، يعني لو بنتكلم عن الكوزينز أو المطابخ، يعني هل في مطبخ أو كوزينز أنت مفضل عندك أكثر من كوزين ثاني، أو حتى ممكن نحن نقول إيش كثر مفيد إن الشيف يغير من مطبخ إلى مطبخ، من أصناف إلى أصناف في الأكل، أو هل إنه هو يستمر في جانب معين؟ صح. أنا كشيف تخصصي إنترناشنال، كل شيء بيسكلي، ما عندي كوزين معين إن أنا أحصر روحي فيه. بالعكس أحب الإنترناشنال، دائماً أطلع على international foods من كل الأماكن، من ناحية السفر، من ناحية الكتب، من ناحية التجارب، من ناحية الشغل حتى برا البحرين. بس لو لازم أختار شيء محدد، دائماً أحب أن أي نكهة أو أي طبق أسويه أبتكره، دائماً النكهة الأصيلة، النكهة العربية أو البحرينية تكون موجودة. جميل. حلو، يعني شيف نسيم تكلمتي عن حبك للأطباق العالمية، وخلينا نقول التذوق العالمي، لكن شنو أكثر دولة زرتيها وحبيتي أطباقها؟ في وايد دول صراحة، بس دائماً أفضل الكوزين اللي هو المطبخ حق شمال أوروبا، اللي هو نورديك، يسمونه النورديك اللي في الشمال. ليش؟ مب عشان شيء معين، بس إنه أنا كشيف دائماً أخذ الصلة بين البساطة
والرؤية والتميز. هاي الشيء عندي أنا دائما تبين في أطباقي، وفي هاي الكوزين بعد نفس الشيء يعكس البساطة في الأكل والتركيز في النكهات في معنى الطبق. صحيح شيف، يعني لو بنتكلم عن وجباتك اللي تقدمينها وأنتي تحاولين حتى أن تطبخينها مع نفسك، طبعا شكلها يكون لذيذ، هاي شيء يعني خالصين منه مثل ما نقول، بس هل تكون صحية؟ يعني احنا نشوف شكلها لذيذ وممكن انه هو يخلينا نبي ناكلها، بس هل هي تكون صحية او الاثنين مع بعض لذيذة وصحية، او ممكن انها هي تكون لا مشبعة بالدهون ومو بصحية لكنها هي لذيذة؟ إذا بنتكلم عن صحية هاي مجال جدا واسع صراحة، فما أقدر أدخل وايد in details في هاي المجال، بس دائما الشيف المحترف لازم يقدم طبق يكون موجود فيه كل العناصر الغذائية اللي يحتاجها الشخص، هاي إذا وجبة رئيسية طبعا، بس في وجبات ثانية مثل tasting menus, tasting dishes، إن إذا بنعزز نكهات معينة أو بنعزز we will feature produce معين من دولة معينة، هاي دائما يختلف. إذا تشوفون portions صغيرة، portions عودة، هاي كلها يختلف من الشيء للثاني. طبعا شيف نسيم، الحين احنا نبي ننتقل للحدث الأكبر، الحدث الأجمل، الحدث اللي الكل كان يتكلم عنه، وكنت مثال مشرف لمملكة البحرين. مشاركتك في توب شيف، نبي نتكلم عنها أكثر. مشاركتي في توب شيف كانت مقطع مفصلي في حياتي. أنا كنت في مجال الفنادق في الطبخ، رحت توب شيف، صراحة أنا ما كان في بالي أن كنت أروح توب شيف أصلاً، جاتني الفرصة عشان أقدم على توب شيف، رحت قدمت وانقبلت. ما كنت أتوقع أن هاي الشيء وايد بيغير في حياتي، في أسلوب مهنتي في نفس الوقت. عطاني توب شيف خبرة وتجربة جدا جميلة، حسيت بثقة الناس أكثر في هاي المهنة، محبة الناس الحمد لله. وإذا بتكلم عن المجال نفسه، مجال الطبخ، في هاي التجربة بالذات أنا عرفت أن أقدر أسوي أكثر مما كنت أتخيل أن أقدر أسوي. يعني حطينا في مواقف وايد في البرنامج، كنا تحت ضغط عود، فطلعت أشياء ما كنا نعرف أن إحنا نقدر نسويها. صحيح. فتجربة جدا رائعة، تجربة عالمية على مستوى العالم العربي خصوصا. شوف احنا، انا ما بتجاوز هذه يعني المرحله، يعني يكفي يعني الشيفس او خلينا نقول لجنه التحكيم لما بس لحظه اللي هم يتذوقون الطبق، اتوقع انت شفتي اللحظات اللي هم كانوا يعني يقولون عن الطبق نفسه، كان يبهرهم، كانوا يوقفون له مثل ما شفنا في البرنامج، فيعني كان شيء عظيم يعني بالنسبة لهم. وردة فعلت دائما تكون يعني أكيد فيها فخر وفرحة. توقعتي كل هذه راح يكون في البرنامج؟ هل توقعتي أن أنت راح تبهرين اللجنة وجميع أصلاً الزملاء اللي كانوا معك؟ نعم صح، يعني وأنا أضيف على كلامك عبد الله إن هي كانت متميزة بأطباق السيفود، صح، ودائماً دخل اللمسة البحرينية في الأكل، فكانت هذه سبب رئيسي إن هي تبهر لجنة الحكام، ولا إيش رأيك؟ صح. على سؤالك إن توقعت أو ما توقعت، صراحة اثنينهم. بس قبل ما إن أنا أبتدي في البرنامج من أول حلقة، حسيت إن هاي شيء بيكون كبير يعني في المستقبل، فوعدت نفسي من أول حلقة إن أنا أتم للنهاية في البرنامج. حاولت إن أشتغل على نفسي كثر ما أقدر، أطلع كل طاقتي، وصراحة يعني إحنا قادرين على المنافسة، والدليل اللي قبلنا واللي شفناه في التلفزيون. الشغل كان وايد،
ما كانت تجربة سهلة، بس مثل ما قلت توقعت، لأن اشتغلت وايد على نفسي في البرنامج. وطبعا قبل البرنامج مثل ما قلنا المسيرة ما كانت سهلة أبدا. صحيح. بس في النهاية إذا الواحد يبدأ صح، يتعلم الصح من الأساس، في برامج نفس كذي، برامج عالمية على مستوى العالم، دائما يقدر يبدع لأنه عنده الأساس، بس بعدين هو يقدر يبدع على طريقته. صح. وحاولت مثل ما قلتي أن أنا لو مهما طرت في الأطباق اللي كنت أسويها دائما بمثل أو بجيب صورة البحرين، نكهات البحرين. صحيح. القصص حق البحرين. صح. عززتي من هذه الثقافة ومن دور مملكة البحرين حتى في أكلها، يعني شفنا ردات فعلت، شفنا حتى الشيفس شلون هم طريقة منافساتهم معاك، وشفنا أنا يمكن للحين تحضرني كلمة لما أنت توصفين الأكل اللي أنت راح تقدمينه للجنة الحكم، تكون في كلمات ومفردات رنانة، يعني مثل كلمة انغمروا في الطبق. أنا للحين في بالي هذه الكلمة لأنه صدق فعلا هم انغمروا في الأكل، لأنه كان أتوقع لذيذ وكان خاطر أضوق حزاتها. شوف يعني هذه الضغط، هل هو اللي خلتش تكونين مميزة في البرنامج؟ هل الضغط والاسترس مع الوقت، وخصوصا أنت تبين تسوين الطبق مثل ما هو في بالك، مثل ما هو في مخيلتك، بكل العناصر، بكل الطبقات اللي لازم تكون حتى في صحن التقديم. مثل ما قلت، طريقة شرح الطبق، طريقة الطبق نفسه، هاي كلها في النهاية قصة. يعني في بعد سينج دائما احنا نعرفه عن الطبخ والمطبخ، ان العين تاكل قبل الفم. نعم. بس انا كان عندي في هاي المرحلة especially انه هو كان برنامج تلفزيوني، انت تروج عن المكون اللي عندك. ففي شيء بعد اهم من العين والفم، هو القصة او الستوري behind الطبق نفسه. صحيح. ودائما أطباقي كانت لها مغزى، لها رؤية، إن كانت على التاريخ أو المستقبل. فهاي الشيء اللي تميزت فيه أظن في البرنامج. أكيد. نعم، وأنتي دائما متميزة يعني بأطباقك، بشخصيتك، يعني حتى إحنا نشوف إن شخصيتك تنعكس على الطبق اللي بتقدمينه. يعني شوف نسيم، في جانب معين نبي نتكلم عنه، بالإضافة إلى أن أنت عندك الهواية والشغف، هل لازم يكون الشيف عنده دراية كافية بالإدارة؟ لازم يكون صبور، لازم يتحلى خلينا نقول، غير أنه هو صبور، يتحلى بالمنافسة الشريفة في مثل هذه البرامج؟ أكيد طبعاً، غير مثل ما قلتي الاحترافية في الطبخ، التذوق، البليتينج، فن الطبخ، هاي كلها في وايد أشياء أهم، نفس الشغل تحت الضغط. شلون الواحد يقدر يتحمل الشغل تحت الضغط؟ شلون شخصيته في النهاية تنعكس في العمل تحت الضغط؟ هذه برامج تلفزيونية، وشلون أنت تطلع نفسك بأحلى صورة، شلون تخلي بلدك يفتخر فيك في النهاية. صح. هاي كلها عوامل تساعد وحتى تنعكس في الأطباق، يعني النفسية لازم تكون مفتوحة على كل شيء. نعم. صحيح. يعني احنا سعداء بوجودك ويانا اليوم. مشكورين والله، انا اسعد. يعني غير ان اطباقك ما شاء الله جميله، روحك حلوه، تنعكس على شخصيتك، تنعكس ايضا على كل شيء قدمتي لنا. الشيف نسيم راس رمالي، نورتينا وشرفتينا. مشكورين، والنور نوركم. شكرا، شكرا لك، وموفقه دوم يا رب. مشاهدينا، قبل أن نختم حلقتنا لليوم، أكيد مثل ما نعرف أن 25 فبراير هو اليوم الوطني الكويتي، واللي احتفلنا فيه تحت شعار بلد واحد. وصلتنا تهاني كثيرة من فنانين كبار بهذه المناسبة العزيزة جدا على قلوبنا. خلنا نتابع هذه التهاني في هذا التقرير. أحب أني الشعب الكويتي كامل بمناسبة عيد الوطني وعيد التحرير، وكل عام والأمن والأمان إن شاء الله موجود بكل الخليج، والفرح موجود عند الخليج كله. الأعمال الفنية وغير الفنية بين الكويت ودول الخليج مستمرة، وإحنا حاليا يعني قاعد نصور بالبحرين أعمال تلفزيونية خاصة رمضان أو خارج رمضان،
الأمانة احنا مستمتعين بالبحرين. دولتنا الكويت الحبيبة نتمنى لها بالعيد الوطني والتحرير الذي هذا كل دول الخليج فرحانة فيه، وإحنا موجودين في بحرين الحين حاليا، ونتمنى لهم الخير والبركة والسعادة، وأتمنى كل أيامهم تكون أفراح والحمد لله والشكر. إحنا من البحرين نقولهم مبروكين. أول شيء نحب نشكر قناة البحرين إنهم جايين وجايين هني في مكان التصوير عشان يشاركونا الأفراح، بما أن أنا ممثل عندهم كويتي والخليج ديرة واحدة. من خلال هذا اللقاء أحب أقول كل عام والكويت بخير، كل عام وعروسة الخليج بخير. حتى وإحنا بعاد عن الكويت إحنا قراب، إحنا في ديرة الكويت الثانية ديرة البحرين. بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة وإخواني أعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي كله وكل مقيم شريف على أرض الكويت الحبيبة. طبعا أكيد أفراح وأعياد بالنسبة لنا بالكويت ولله الحمد، وأتمنى هذه الأعياد والأفراح أنا قاعد أشعر فيها وأنا في مملكة البحرين الحبيبة، أشعر فيها بعيون كل من أصادف في هذه الأرض الطيبة. أنا الآن متواجد في مملكة البحرين الحبيبة ولكن لا أشعر أني أنا طلعت من الكويت أبدا، أنا حاس أني أنا طالع من غرفة لغرفة وإحنا كلنا يجمعنا بيت واحد. شكرا للبحرين الحبيبة، شكرا لشعب البحرين الحبيب على هذا الاحتواء، على هذه المحبة وعلى هذه التبريكات والتهاني. وما أبي بعد يطوفني شيء أني أنا أشكر الإخوان القائمين في سفارة دولة الكويت في مملكة البحرين الحبيبة متمثلة بسعادة السفير والطاقم اللي موجودين أيضا معاه في السفارة. أشعر بسعادة كبيرة عندما أعمل في مملكة البحرين، ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله، عندكم يعني أماكن وعندكم لوكيشنات لغاية الآن لم تشاهدها الكاميرا. قد تكون مملكة البحرين صغيرة ولكن كبيرة بجمالها، في 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 أماكنها، في 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 تضاريس، في بعض يعني اللي يبي صحراء يلقى، اللي يبي بحر يلقى، كل شيء موجود لله الحمد في هذه الأرض الطيبة اللي أتمنى من الله العلي القدير أن يجعلها دائما واحد أمن وأمان واستقرار. أنا لم أأتي من الكويت إلى البحرين، أنا طلعت من غرفة دخلت غرفة، فبالتالي إحنا بيتنا واحد، يعني إحنا البحرين والكويت واحد، ورب إن شاء الله يجعلهم دائما إيد واحدة وقلب واحد. كذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا، نشوفكم باشر في نفس الوقت. مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.